تحظى محافظه شمال سيناء بمقومات استثماريه هائله في كافه القطاعات حيث تتوافر بها العديد من الثروات والخامات التعدينيه مثل الرخام والرمال البيضاء والسوداء والاسمنت وتتميز المحافظة بموقع جغرافي يمكن أن يُستغل كنقطة ارتكاز لتصدير المنتجات الزراعية إلى أوروبا وجنوب شرق آسيا. وفي إطار توجه الدولة نحو فتح مجالات الاستثمار والوصول للتنمية الشاملة لشبه جزيرة سيناء، تم الإعلان عن طرح 17 تجمعاً تنموياً سكنياً وزراعياً في شمال وجنوب سيناء في أكتوبر من عام 2021. كما تم تطبيق قانون الاستثمار المتكامل لشبه جزيرة سيناء رقم أربعة عشر لسنة 2012 عشر ومنح المشروعات الاستثمارية بمحافظة شمال سيناء حافزا استثماريا إضافيا بموجب قانون الاستثمار الجديد رقم 72 لسنة 2017 وسبعة عشر. كذلك قامت الدولة بالبدء في تنفيذ مشروع إنشاء أحد تجمعا بشمال سيناء في عام 2017 وسبعة عشر تم الانتهاء منه في عام 2023 بتكلفة بلغت مليارين وستمائة. مليون جنيه في مجال الصناعه تضم محافظه شمال سيناء ثلاث مناطق صناعيه وهي المنطقه الصناعيه في بئر العبد على مساحه 238 فدانا والمنطقه الصناعيه الحرفيه بالمساعيد على مساحه 368 فدانا والمنطقه الصناعيه بوسط سيناء على مساحه 78.4 الف فدان هذا وارتفع عدد المنشآت الصناعية المسجلة بالمحافظة من 69 منشأة عام 2014 الى 79 منشاه عام 2021 كما ارتفعت قيمه الانتاج الصناعي بمنشات القطاع العام والقطاع الخاص بالمحافظه عام 2020 الى 12 مليار جنيه كذلك وصل اجمالي عدد الشركات الاستثماريه القائمه بالمحافظه الى 77 شركه موزعه على القطاعات الخدميه والانشائيه والصناعيه والسياحيه وغيرها حتى يونيو 2022 براس مال مصدر قدره 5 مليارات و300 مليون جنيه مقابل 66 شركة برأس مال مصدر قدره مليارين و400 مليون جنيه في عام 2014